كان صريحا في طرحه سواء فيما يتعلق بالعدوان او في القضايا التاريخيه. القضايا التاريخيه مهمه جدا، فقد طرح بان اليمن تعاني معاناه كبيره بسبب الوصايه على السعوديه، بسبب الوصايه السعوديه على اليمن التي تحاول دائما ان تشتري لها عملاء وتشتري لها مرتزقه، مثل ما هو حاصل اليوم بالضبط. والمرتزقه والعملاء الان هم في الرياض تحت احضان عباءه المملكه السعوديه. بس زعيمه بمواقفه الرجوليه والبطوليه، لانه انسان وطني وليس انسان يعني بايع زما باع اسره الخارج. المهم نسال الله الستر على البلاد وكل شيء يتعوض، واحنا فداء الوطن والتربه الوطنيه. كلامه واقعي وكلامه حقيقه. ما اكثر من هذا ايش عاد اقول لك؟ ما قاله الزعيم يطيب القلب، وهو كلامه حقيقي. السعودية هي تعمل ضد اليمن من سنين قديمة علشان أن يتحطم اليمن. كلمة حق وصح، ونحن نشكره ونشكر كل يمني على ينطق بما نطق الزعيم علي عبد الله صالح. ده حقائق، كشف حقائق ما كانش الشعب اليمني عارف بها. بالنسبة للقاء يعني للمقابلة حق الزعيم أمس، أنه كشف العدوان، كشف حقائق كبيرة للعدوان السعودي الأمريكي الغاشم الظالم الحاقد على اليمن. أعتقد أن لقاء الزعيم أمس فضح حقيقة العدوان على اليمن وعن حجم المؤامرة على اليمن منذ الثورة مروراً ب94 إلى 2015.